يا صباح الخير على كل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا، ويوم جديد ونهاركم سعيد. 16/9/2013 احنا موجودين معاكم على مدار ساعتين على الهواء مباشره. هكون موجوده معاكم دينا نصير وشريف نور الدين. صباح الخير يا شريف. صباح الخير يا دينا، صباح الخير على كل مشاهدينا. يمكن طبعا احنا صحينا على طول على خبر التواجد الامني بالمنيا، دخول قوات الجيش بتعتزلات امنيه قويه جدا في قريه دلجه بعد ما كان في احداث مؤسفه جدا الحقيقه اول امبارح. لا مش اول امبارح بس، يعني احنا دلجه دي بقى لنا من اول من بعد فضل الاعتصام بفتره كبيره. لكن يمكن القريه دي بالذات كان اول امبارح هو كان موضوع حرق الكنائس، المجمع الكرسي اتحرق وغيرها من تهديدات للبيوت وللناس وتهجير هناك. شيء سخيف جدا. حصل دخول زي ما بيقولوا دخول الابطال، يمكن ده شفنا ده في اكتر من مره، احتفاء الشعب بالجيش وكان في تهليل وكان في تهيص الكلام ده كله. السؤال هيفضل دايما نساله انا ودينا، السؤال هو لازم يبقى في تدخل امني واضح ولازم يكون هناك تدخل خارجي علشان نمنع هذه الحوادث؟ يعني امتى هنصحى من يوم الصبح ما نعرفش اصلا او ما نسمعش اصلا ان في الكلام ده، في حد بيضايق حد، في حد بيحرق مكان حد، في حد لازم يدخله الجيش علشان خاطر يبطل يضايق الحد التاني؟ طب لو الجيش مشي النهارده هنرجع تاني في نفس السلسله ديت، ولا ده جزء من حوادث الارهاب اللي احنا المفروض نفضل عايشين فيها الفتره اللي جايه؟ مش عارف. خلينا نقول كمان ان كرداسه وناهيه كمان فيهم كوارث، يمكن ما فيش تواجد امني خالص تماما، وفي فرض اتوات من بعض البلطجيه الموجودين، وزي ما قلنا من بعد فض اعتصام رابعه، ومن قبليها كمان ان في بعض الاماكن محتاجه لتواجد امني مكثف، منها كمان المنيا من بعد فض اعتصام وحرق الكنائس كان فيه واضح ان في اماكن معينه كان في دعوات كتيره جدا من القوى السياسيه ومن الشعب نفسه لنزول الجيش، فالحمد لله هو نزل. وعايز اقول ان احنا النهارده معانا خبر من الشروق عن مبادره شعبيه لزار الدلجه للتعرف على حقيقه العنف ضد الاقباط، بس ما شفنا طبعا في بعض في وسائل الاعلام كلها عن تهجير العائلات وعن العنف اللي بيمارس ضدهم. احنا عندنا فقرات كتيره جدا، بس دايما بنبتديها معاكم فقره الصحافه، ومنورنا في الاستوديو الكاتب الصحفي المتميز استاذ اشرف البربري، وهو رئيس قسم الاخبار بجريده الشروق. عن السلطه القضائيه، فاكرين السلطه القضائيه؟ فاكرين لما كنا بقالنا سنه قعدنا لما كنا بنكتب الدستور المنصرم، او اللي هو يمكن ما انصرمش قوي لسه يعني، بس كنا بنتكلم على موضوع السلطه القضائيه وما هي حق الضبطيه القضائيه والصلاحيات المطلقه ولا غير مطلقه، وهل يكون السلطه القضائيه اعلى من سلطه الرئاسه او من السلطات الاخرى لا، ولا تعيين النائب العام، هل تعيين النائب العام ولا هيجي بالانتخاب؟ كل الحوارات دي تاني بقى، احنا جينا تاني بقى نفس القصة بنقول من اول وجديد، وهيكون معانا عشان نتكلم في هذا الموضوع المستشار احمد خليفة، وهو عضو نادي القضاء الاداري. عايزين بس نتكلم عن حاجة تانية جدا مهمة في الدستور، و ياريت بس انا مش عارفه ليه واحنا بنعدل في دستور على راي استاذ كمال درويش، وطبعا هو من اهم يعني طبعاً نقدر نقول كتاب الدستور في العالم، وكان ليه مقال في المصري اليوم بتمنى ان كل الناس تقراه، متهيالي امبارح او اول امبارح كان بيتكلم ياريت ما نعدلش الدستور اللي قام بيه او اللي عمله العشر مبشرين بالجنه. بنتمنى بصراحه يعني بيكون عندنا دستور جديد بدل الدستور بتاع 2012. خلينا نتكلم عن فقره مهمه جدا، وهي عن مؤتمر الانتهاكات الصحفيه اللي اقيم مؤخرا تحت رعايه النقابه الصحفيين. انا يا شريف او الشوكت او زي ما بيقولوا ان انا كنت مصدومه لما عرفت ان مصر بتحتل المرتبه الثانيه على مستوى العالم في القتل العمد للصحفيين. طبعا هنتعرف عن المؤتمر ده وعن اهدافه والجهات المسؤوله عن تنظيمه وعن المقصود بالانتهاكات اللي هو قتل، السجن، منع من ممارسه العمل الصحفي في مكان الاحداث، وده هيكون معانا في ضيفنا الكاتب الصحفي استاذ حسن مجدي صحفي باليوم السابع. وفي الاخر هيكون معانا فقرتين، واحده تتكلم عن الوضع الامني وواحده تتكلم عن الوضع السياسي، هما الاثنين بنفس الاهميه. الوضع الامني هيتكلم عليه اللواء حسام سويلم، والوضع السياسي هيتكلم فيه المهندس شريف طاهر وهو بحزب الوفد عضو الهيئه العليا لحزب الوفد. فاصل ونواصل.